ديربي الشام وفي مباراة بين النصر السوري المنتخب السوري وجواره وشقيقه المنتخب الفلسطيني. هنا نشاهد مباراة من أجل المتعة، مباراة تعني تصدر لهذه المجموعة. المنتخب الأردني انتصر على المنتخب الأسترالي في مفاجأة من العيار الثقيل للمجموعة الثانية، وقدم مباراة قوية جدا على أعلى المستويات من أجل أن نشاهد متصدرا إذا كانت النتيجة ثقيلة بين هؤلاء المنتخبين. هو ديربي الشام بليلة كبيرة بعد تحقيق المنتخب الأردني مباراة للتاريخ بدخول كأس آسيا بانتصاره الأول، ومفاجأة كبيرة. الآن حان الدور على المنتخب السوري والفلسطيني من أجل إشعال قمة كأس آسيا والبذوغ في نجمة هذا الكأس الكبير من أجل أن نرى بطلا لكأس آسيا. متعة ديربي العرب، 11 منتخبا عربيا موجود، وحتى الآن شاهدنا البحرين والإمارات في تعادل في مباراة الافتتاح. الأردن تقدمت وسيطرت على أستراليا وأتت بعارضتين وهدف، والآن نأتي بالمباراة الثالثة مشاركة فيها العرب بين سوريا وفلسطين، بين المنتخب النصر والنصور قاسيون ومنتخب الفلسطين الفدائي، لمتعة بين هؤلاء الكبيرين.